هنبتدي من بدري شوية. في 2009 قدرتي انك تكسبي اول بطولة عالم ناشئات، والبطولة دي كانت تحت 19 سنة، بس انت عمرك وقتها كان 13 سنة. ازاي قدرتي تتجاوزي رهبة انك تلعبي مع ناس اكبر منك؟ كنت برضو لسه في سن قوي، مش مدركة قوي ايه اللي بيحصل يعني، او انا راح العب بطولة ايه، او قد ايه هي كبيرة او هي صغيرة. فكنت انا طبعا اصغر واحدة في الفريق، وكان بس مجرد ان انا كنت في الفريق عشان اروح اشوف البطولة بتحصل فيها ايه، وكان في تصفيات قبليها، وبعد كده بقينا كان عندنا فرق كمان، فكنا بنعمل تصفيات للترتيب. رحت البطولة بس مجرد اني اشوف البطولة بيتعامل فيها ازاي او بيلعبوها ازاي، واكيد ما كنتش ولا انا متوقعه ولا حد كان متوقع ان انا ممكن اكسب البطوله ديت. بس انا دايما بقول ان البطوله ديت هي التيرنينج بوينت في حياتي، يعني هي اللي بدات الحياه تتغير، وبقيت ان اشوف السكواش حاجه ببص له بنظره تانية، وبقى هو الاساس في بقيه حياتي يعني من ساعتها. يمكن في بطولات الناشئين بيبقى دايما اللاعب بيلبس نظاره، فبيبقى ايه السر ان هو لابس نظاره غير الكبار؟ هو عشان الصغيرين بيبقى لسه بلعبهم مش عارفين قوي كورة بيضربوها ازاي، او ممكن كورة تيجي في عين اي حد، المضرب نفسه ممكن يخبط اي حد، فبيبقى لازم توصل لليفل تبقى انت كبرت انك فوق 19 سنة انك تقدر انت متلعبش بالنضارة، عشان خلاص عرفت الكورة بتلعب ازاي، مش هتبقى خايف على نفسك وخايف على اللي معاك. فلكن انت صغير مش تبقى قوي بتفكر في اللي معاك، او مش بتبقى تعرف تعمل كنترول قوي على المضرب والكوره يعني، فالنضاره بتحاول تحمي على قد ما تقدر يعني. هل تعرضتي لموقف قبل كده ان كرة خبطت فيكي وانت في الملعب؟ كتير طبعا، بس يعني الحمد لله ما يعني فيش حاجات في الوش قوي، بس ده يعني واحنا صغيرين كور ومضارب كتير قوي يعني. يمكن بعد البطولة دي في آخر 2010 بقى أو في أول 2011 جاتلك إصابة قوية، ويمكن ساعتها اتقالك إن مش هتلعبي سكواش تاني، فيعني احكي لنا بقى كواليس الإصابة دي وإزاي قدرتي تكملي بعدها. يعني اعتقد ديت لحد دلوقتي هي من اكبر الاصابات اللي جاتلي في حياتي كلها. في ساعتها برضو كانت بالنسبه لي انا لسه صغيره، وان انا استوعب ان ممكن حد يقول لي ان انا مش هلعب سكواش، او ان انا مش هروح البطوله اللي جايه، او ممكن اقف لفتره طويله. كان كل ده كلام كان صعب عليا في الوقت ده، بس طبعا قعدت في شهور كتيره بلف على دكاتره كتير قوي، وبسمع اراء كل دكتور مختلف، وكل واحد بيقول حاجه شكل يعني، اللي بيقول لي كملي سكواش عادي ومفيش حاجه، واللي بيقول لي بطلي ما تلعبيش، واللي بيقول لي بس ركبه والعبي، يعني كل واحد كان عنده راي مختلف الحقيقه. فاضطريت ان انا اسافر المانيا، وقلت ان انا لما هسافر هناك هشوف الدكتور، واللي هيقول عليه هو اللي هعمله هناك. فلما سافرت قال ان انا محتاجه اعمل عمليه، وعملت العمليه في الزياره دي على طول، ورجعت بعديها يعني بعد 7 شهور. يمكن ايه هو كان تشخيص الاصابه؟ تشخيص الاصابه ان انا كنت لسه صغيره، وكان لسه عندي العظم كان لسه بيبقى فيه اللي هو النمو وكده، فكان عندي زي عظمه مفصوله، فكانوا محتاجين يشوفوا العظمه دي ان هم مش كانت اما تتكسر، محتاجين ان هم يرجعوها تاني مكانها او يحطوا مكانها عظمه تانية. يمكن في 2011 كمان اللي صادفك اكتر بعد العمليه ان حصل الثوره، فبقى التاهيل صعب، كان عندك بطوله عالم ناشئات في الصيف، رغم كده قدرتي انك تروحي وتوصلي النهائي كمان، او ما كسبتيش بس وصلتي النهائي، فبرضه ده عشان انتي صغيره ومش واخده رهبه الموضوع ولا؟ لا يعني كان فتره اعتقد صعبه لان انا رجعت في يوم 28، يعني يوم اللي هو كان كل حاجه كانت اتقلبت بقى وخلاص، فكانت وقت صعب جدا وما كانش فيه اي حاجه بتحصل. فقعدت طبعا شهور كتيره جدا ما كنتش بعمل ولا التاهيل ولا اي حاجه يعني. انا فاكره ان البطوله كانت في شهر 7، وانا بدات ارجع اتمرن كويس في شهر 5، فانا من شهر 1 لشهر 5 مش عارفه اعمل حاجه قوي، وكل حاجه كانت بطيئه ومفيش حاجه شغاله، محدش كان عارف قوي برضو احنا شهر 7 ده هنلعب البطوله ولا مش هنلعب البطوله، هنعرف نسافر ولا لا. يعني الحمد لله قدرت في الشهرين او الشهر ونص ده ان انا ارجع، ان انا ارجع طبيعيه تانية، وبعمل كل حاجه عادي، واتمرنت كل حاجه ورحت، وانا كنت شايفه ان عملت نتائج كويس، حتى ما كسبتش بطوله، بس ان انا اوصل فاينل بعد ما اقف 6 7 شهور ده كان بالنسبه لي كان حاجه كويسه يعني. اكيد كان نفسي اكسب بطوله، بس ستيل في الفاينل كان كويس يعني.
توقعتي ان انتي هتقدري تحققي ده، ولا كان هدفك انك تشاركي وتثبتي انك تقدري تلعبي سكواش تاني عكس اللي اتقالك؟ لا، هو انا اصلا عملت العملية، فانا خلاص انا عارفة ان هو لا انا هرجع العب سكواش تاني، بس هل هرجع بعد قد ايه، وهرجع بنفس المستوى ولا لا، وهل حقق البطولة وهعرف العب؟ كان بالنسبة لي الوقت ده او الناس اللي بلعب معاهم هما كانوا اكتر منافسين ليا يعني حواليا، فهل هقدر ان انا اوصل البطولة هعمل فيها حاجة ولا لا؟ كانت اسئلة كتيرة قوي يعني ساعتها، بس يعني اتعودت او اتعلمت ان انا لازم امشي كل خطوة خطوة واشوف ايه اللي هيحصل فيها. يعني يمكن في مرحلة الناشئين كنت ابتديتي بتحققي أرقام قياسية، يعني حققتي بطولة العالم 3 مرات، وده رقم لغاية دلوقتي ما اتكسرش. شايفة إن النجاحات دي هي اللي ساعدتك في مشوارك في مستوى الكبار؟ يعني محبش اربط حاجة ببعض، بس اكيد انا بدأت من سن صغير جدا وبدأت البطولات من سن صغير، فاكيد ده كان يعني وانا لسه في تحت 19 كنت بلعب في الكبار سيدات، فكانوا الاثنين في نفس الوقت. ممكن يكون ده ساعد ده، بس خلاص في بتوصل عند وقت انت بتنسى كل ده وانت مش تلعب تحت 19 او تحت ناشئات، انت دلوقتي في السيدات. ممكن اقول ان ده كان سبب ان ده ساعدني ان انا ابقى دلوقتي كده، بس خلاص يعني بتفصل في وقت. في الوقت اللي انتي كنتي لسه فيه في الناشئات، يعني بتلعبي بطولات ناشئات بتلعبي برضو بطولات كبار في نفس التوقيت، ويمكن عملتي انجاز ما تكررش لغاية دلوقتي، انك كنتي في التوب 5 وانتي اقل من 17 سنة. ازاي قدرتي تعملي كده؟ يعني بتلعبي مع ناشئين وفجأة بتلعبي مع كبار؟ هو انا اعتقد برضو ان في السن ده انا داخله على لعيبه كلها كبار، لعيبه كلها كويسه اكبر مني بكتير جدا، فكان بالنسبه لي انا بخش العب من غير ما افكر قوي او ما فيش اي بريشر عليا يعني، فكنت بلعب احسن حاجه عندي وخلاص. فالوقت ده كان اسهل لي وانا بلعب في الكبار، عشان انا بلعب سكواش بس، مش عايزه اي حاجه تانية وما فيش حاجه في دماغي، اكسب اخسر مش فارقه. فكان وقتها الناشئات هو كان اهم بالنسبه لي، فممكن ده ساعدني اكتر ان انا ببقى بلعب احسن، عشان انا ما كانش فارق معايا قوي فكنت بلعب احسن فبعمل نتائج كويسه. يعني يمكن الناشئين دايما بيبقوا مميزين، بيجي لهم منح دراسية برا مصر، هل فعلا جاتلك منحة وانتي رفضتيها، وكان ايه سبب الرفض ده؟ كان سبب رفض ان انا كان بالنسبه لي عايزه العب سكواش اكتر، وده كان هيأثر شويه لو كنت سافرت، كان هيأثر شويه على كارير السكواش، وفي نفس الوقت كنت بالنسبة لي هنا كانت فرصة ان انا بتعلم اللي انا عايزاه وفي نفس الوقت بلعب، وكان موفر لي كل حاجة، كنت حاسة ان انا هقعد هنا واتعلم كويس وفي نفس الوقت بلعب سكواش كويس وعندي الوقت ان انا اسافر والعب بطولات كتير. يعني انت شايفة المنحة دي بتفيد اكتر اللاعب ولا البلد اللي هو رايح يلعب لها؟ يعني اكيد بتفيد الاتنين، يعني اكيد البلد بتستفاد طبعا ان بيبقى فيه لعيب عندهم جاي من مصر، اللعيب ده بيبقى كويس بيلعب لهم في الدوري عندهم في اي بلد بيروحوها، بيقعد عندهم 4 سنين، متبقاش في لعيبه كتير قوي ممكن ما ترجعش، بتفضل مكمله هناك، مكمله في ايا كان هتلعب سكواش او مش هتلعب سكواش تاني، فاكيد البلد بتستفاد طبعا. يعني اللعيب بيستفاد، بس في الاخر هو بيبقى قراره وقرار صعب، يعني ان هو يختار هو عايز يعمل ايه بالظبط. يعني هل فعلا وقتها امريكا عرضت عليك انك تلعبي باسمها وانتي رفضتي؟ انا مش فاكره، كان عايزين اروح الجامعه هناك، بس انا كان بالنسبه لي ده كان عرض مرفوض، ان انا كده كده هبقى قاعده في مصر وهدرس هنا وهتمرن هنا، فما كنتش اي حاجه هكنتش هسافر فيها، يعني كنت هفضل هنا. يعني في بطولة العالم 2014 بتاعة الكبار قدرتي تكسبي نيكول ديفيد في نص النهائي في بطولة في ماليزيا، ويمكن خسرتي النهائي 3-2 وشوط الفاصل 11-9، يعني حاجة قريبة جدا. نيكول ديفيد اللي هي بتتعامل أسطورة اللعبة، فإنك تكسبيها في ماليزيا في السن ده، كل ده عدى معاكي إزاي؟ احنا يعني نيكول الناس كلها عارفة هي مين وعملت ايه وحققت ايه في حياتها. احنا كان طول عمرنا كلنا اعتقد ان هو حلم ان حد يخش يلعب معاها، وكان اللي بياخد منها جيم واحد كان بالنسبة له هو كده خلاص، يعني مفيش حاجة تانية ممكن يقدر يعملها، فكلنا كنا شايفين نيكول في حتة واحنا في حتة تانية، فان انا اقدر اوصل وابقى بلعب معاها في الليفل بتاعها، ان انا اقدر اتخيل ان في يوم ممكن اكسبها، ده كان بالنسبه لي حلم. يعني ف العبها في ماليزيا واكسبها، كنت في بطوله عالم، هي طول عمرها بتكسب بطوله العالم، كسبها اكتر واحده 8 سنين، ف كل ده كان حاجات كبيره قوي وحاجات انا كنت
كان نفسي ان انا اقدر اوصل لها، بس ما كنتش متخيله ان انا اقدر اوصل لها في الوقت ده يعني. ف ان انا اكسبها في ماليزيا كانت من الحاجات من احسن الحاجات اللي حصلت يعني في حياتي او في كارير السكواش. وصلتي للنهائي قدام لورا مسارو بس خسرتي 3-2، يعني كان ماتش صعب. هل ده احبطك شويه في اول نهائي وكان هيبقى رقم قياسي؟ لا بالعكس، اعتقد انا كنت ما فكرتش قوي في ان انا هكسب البطوله او ان انا هكسب بطوله العالم، اكتر ما انا كنت مبسوطه بالاسبوع كله باللي انا كسبتهم، لان مش بس كسبت نيكول، قبليها كنت كسبانه كذا حد من التوب 10 وكان كذا حد ماتشات جامده، فكان بالنسبه لي بطوله كلها كويسه، عملت ماتشات كلها كويسه، وفي الاخر في فاينل خسرت 3-2. اكيد كان نفسي اكسب في الوقت ده، بس هو يعني محدش يعرف يعني اللي حصل بعد كده. انا برضو كسبت بعديها بسنه ولا سنتين، اكيد وقتها كان نفسي اكسب، بس بالعكس كنت مبسوطه باللي انا عملته في البطوله دي يعني. بعديها بسنه بالظبط حصل نفس الموقف، كسبتي نيكول ديفيد في نص النهائي ولعبتي لورا ماسارو، بس المره دي انت اللي كسبتي 3-2. هل كنت بتفكري قبل الماتش في الماتش بتاع السنة اللي قبلها انك اتعلمتي حاجة فرقت معاكي؟ هي برضو اول مرة بتوصل لحاجة مش بتبقى تاني مرة مش تبقى هي، فاحساسك بيبقى مختلف. اول مرة كنت اكتر مبسوطة ان انا وصلت الفاينل، بس ما كانش فارق معايا قوي انا بعمل ايه، بكسب ولا بخسر. لكن البطولة التانية انا خلاص انا وصلت الفاينل قبل كده ومع لورا وخسرت 3-2، ف المرة دي ببقى عندي مش اللي هو خلاص، ببقى بفكر شوية ان انا مش عايزة اخسر، انا عايزة اكسب. كنت متحمسة جدا حتى اليوم ده ان انا خلاص انا بلعب بطولة العالم، مدركة اكتر يعني ايه بطولة العالم مع اللعيبة اللي انا بلعب بيها معاها، فاعتقد كانت مختلفة عن اللي قبليها، وما كنتش عايزة الماتش ده يعدي كده او ان انا اخسره. واول ما بدأت برضو الماتش كل ظروفه كانت مختلفة وتغيرت، والحمد لله ان انا قدرت اعمل كده يعني. بعد الماتش ده حققتي برضو ارقام قياسيه جديده، انك اصغر لعيبه في العالم تاخد البطوله واول مصريه تاخد البطوله. يمكن دايما اللي بيحقق نجاحات كبيره قوي في الاول لازم الكيرف بينزل، ازاي بقى ايه اللي وصلتيه لنفسك عشان الاستمراريه دي تفضل موجوده؟ لا هو طبيعي الكيرف بينزل وبيطلع مع اي حد في العالم وفي اي بطوله، ومهما كان عمل ايه في السيزون كله، في سيزونز كلها ممكن يبقى بيعمل بطولات وحشة وسيزون كله يبقى بيعمل بطولات كويسة، بس المهم انت تعرف تتقبل ده ازاي، وبتعرف تطلع لما بتبقى في الكيرف فوق بتعمل ايه، ولما في الكيرف بيبقى تحت بتعمل ايه. في فرق يعني، في او يعني محدش بيبقى شايف ده قوي، بس يعني انا في اول بطولة عالم انا كنت السيزون ده كله اعتقد كنت فيه كويسة، كنت الكيرف كله كويس، كسبت تي او سي كانت اول بطولة ليا والبريتش اوبن، فكان سيزون باين هو ماشي ازاي اخر 6 شهور يعني. بس كل سيزون بيبقى مختلف يعني، في سيزون بطولة العالم الثانية بعديها بسنة انا كنت سيزون كله خسرانة وكسبتش ولا بطولة، كسبت بطولة العالم بس. هي فكرة في الاستمرارية، هي دي اصعب حاجة، بس انا ببقى حاسة انه ازاي بتتقبل ده وبتتعامل معاه هو اللي بيفرق، هو اللي بيخليك تعدي لما كيف بيبقى تحت بتعدي الايام ازاي، لما كيف بيبقى فوق بتعمل ايه. يمكن انت من اللعيبه القليله قوي اللي لعبوا في جيلين مختلفين لفتره، يعني لعبتي مع جيل كان فيه امنيه ورنيم ونيكول ولورا، دلوقتي جيل اصغر، شايفه ايه الفرق بين الجيلين بما انك لعبتي هنا فتره وهنا فتره؟ انا برضو في الجيل ده كنت انا صغيره، فكانوا كلهم بيعاملوني معامله مختلفه، دلوقتي الجيل ده انا الكبيره، ففي اختلاف انا حاسه بيه، او انا شايفه اللي انا هما كانوا بيعملوه انا بعمله. فلعبت مع رنيم وامنيه وانجي وكل دول، انا بالنسبه لي هما كانوا من الناس الاساسيه في حياتي اللي علموني حاجات كتيره جدا يعني. انا سافرت معاهم من وانا عندي 14 سنه وانا بسافر معاهم، اتعلمت كتير جدا، علموني بره الملعب كتير جدا وجوه الملعب، وازاي بتعامل في الملعب مع لعيبه كتيره، في السكواش نفسه بنتكلم مع بعض، فمختلف تماما عن اللي بيحصل دلوقتي واللعيبه دلوقتي، كل حاجه مختلفه. انا كنت ببقى مبسوطه فخوره ان انا ببقى واحده منهم من الجيل بتاع زمان، ان انا ببقى ماشيه معاهم او بسافر معاهم في كل حته وبتعلم منهم. الجيل دلوقتي مختلف تماما، كلهم صغيرين لسه طالعين كويسين كتير جدا وجامدين. اعتقد ان الفرق ان انا ابقى انا الكبيره ده مختلف شويه، لسه بحاول اشوف بيتعامل ازاي يعني.
هل بما انك انت الكبيرة دلوقتي بقى بتحاولي تنقلي بقى الخبرات اللي فاتت دي وتعملي زي ما اتعمل معاكي، ولا برضو الظروف مختلفة؟ لا، هي احنا في الاخر في الاول احنا لعبة فردية، وكل واحد بيعتمد على نفسه في الاخر وبيعتمد على الفريق اللي معاه. من 10 سنين عمر ما هم الناس هي اللي هتتعامل دلوقتي زي اللي من 10 سنين. فهو دلوقتي برضو الموضوع بقى مختلف شوية حقيقة عن زمان. زمان كان كل حاجة بنعملها مع بعض، حتى لو بننافس بعض كل واحد كل حاجة غالبا كل حاجة كنا مع بعض، نسافر مع بعض، بنحجز كل حاجة مع بعض، التمرين بنبقى مع بعض، حتى لو بنلعب مع بعض وفي الماتشات بنلعب مع بعض. لكن دلوقتي كل واحد بقى معتمد اكتر ان هو مع نفسه مع الفريق بتاعه. في الاخر كلنا كويسين، كلنا اصحاب، بنسافر مع بعض وكل حاجة، بس كله بقى معتمد اكتر على نفسه. يعني يمكن بمناسبة المنافسة، دايما لما بتكون المنافسة قوية وبيبقى كل واحد بيتابع مستني التاني هيقع امتى. ما شفناش ده في قبل كده. انا كنت انتي ورنيم وأمنية بتتنافسوا في التصنيف مثلا، بنلاقي ان انتي مثلا خسرتي بتبقي كوتش رنيم، رنيم خسرت بتبقى كوتش ليك. فازاي بتحافظوا على استمرار علاقة الصداقة حتى رغم التنافس القوي؟ عشان كده بقول احنا كانت علاقتنا كان بالنسبة لنا اهم واقوى من الرياضة نفسها. يعني احنا بقولك انا بسافر معاهم من وانا عندي 14 سنة. كنا قريبين قوي كلنا لبعض. كان في الملعب كل واحد بيبقى عايز يكسب، وكل واحد بيبقى نفسه يكسب اكيد، بس في الاخر اول ما بنطلع بره الملعب خلاص بننسى اللي حصل، واحنا بنبقى اصحاب، ننزل بعديها على طول، ننزل بعد الماتش مع بعض وكل حاجة بترجع طبيعية. دلوقتي كل حاجة بقت بتاخد وقتها شوية. يعني كل حاجة بعد الماتش بياخد وقته، وبعد كده بنرجع تاني بنبقى طبيعيين، وقبل الماتش كل واحد بقى مع نفسه، فالمنافسة بقت مختلفة شوية. تصدرتي التصنيف كأكتر مصرية وقعدتي فترة الأول على العالم، شايفة إن الإصابات هي اللي أثرت عليكي شوية، ولا ضغط البطولات وإن البطولات بقى زمنها مش محدد زي الأول؟ كلنا حياتنا اتغيرت من ساعة كورونا، ولما وقفنا ورجعنا تاني بطولات مختلفة بطريقة مختلفة، فقعدنا وقت كلنا خدنا فترة قبل ما رجعنا تاني نتعود على السيستم الجديد وإيه اللي بيحصل، وهنبدأ عايشين كده لحد إمتى. عادي، لازم هو ده الكيرف اللي بيطلع وبينزل طبيعي. أنا قعدت فترة طويلة في رقم واحد، وبحاول دايما إن أنا أفضل في رقم واحد، وأحاول أكيد إن أنا أرجع تاني لرقم واحد، وهو ده بيبقى دايما هدفي قبل أي سيزن، إن أنا أوصل لأفضل رقم واحد وأكسب طول العام. في تشابه بين بطولة العالم ناشئة 2011 وبطولة العالم الأخيرة اللي انت كسبتيها للكبار، انك كنت مصابة قبلها وقعدتي فترة مش عارفة هتلعبي ولا مش هتلعبي. الاتنين وصلتي نهائي بس الأخيرة دي كسبتيها. كنت انت قلتي ان الفريق بتاعك نفسه قال ان ممكن متخشي البطولة دي وتستني البطولة تانية عشان الإصابة ما تزيدش. ايه اللي دفعك بقى لقدام عشان تقدري تحققي البطولة دي؟ انا عايزه اقول لك انا مفيش بطوله عالم لعبتها وما كانش عندي اصابه قبليها. هي بس السنه اللي فاتت بتاعت شهر 7 دي الوحيده اللي كنت الحمد لله كويسه، بس كل مره كل بطوله فيها قصه مختلفه، بيبقى عندي اصابه مختلفه، وببقى قبليها فجاه بيحصل حاجه معرفش. يعني هي كل حاجه معرفش ليها، ما لهمش علاقه اكيد، بس يعني الظروف بتيجي كده يعني، وبيبقى اضطر الدنيا مش مظبوطه، نشوف هنحاول ايه اللي هيحصل. بس بطولة العالم أكبر بطولة في الآخر في السنة، ودي أهم بطولة، كلنا بنبقى عايزين البطولة دي ونفسنا نكسب البطولة دي، فبحاول على قد ما أقدر إني أبقى كويسة في الأسبوع بتاع البطولة. طب قبل ما نتكلم على البطولة دي تحديدا، بتقولي إن إصابات كل بطولة ليها إصابة، هل ليهم علاقة بالإصابة اللي وأنت صغيرة ولا كلها إصابات مختلفة عن بعض؟ لا، في كده وفي كده. يعني أنا في حاجات بتحصل فجأة، يعني كان في مرة عندي مزق في الضمة لوحدي قبليها بيومين، في بطولة كان ركبتي. يعني هو طبعا سؤال اتكرر كتير وسمعتيه كتير، بس ليه السكواش مش لعبة أولمبية؟ حقيقة مش عارفين، بس احنا بنحاول لأسباب كتيرة قوي. ممكن ما نبقاش عشان كده ما نبقاش في الأولمبيكس، بس يعني في الآخر ممكن الناس مش عشان احنا مصريين جامدين أو عشان احنا مسيطرين وكده، بس هي حاجات أكبر من كده يعني، بس احنا مش عارفين الأسباب ايه، بس احنا بنحاول وهنفضل أعتقد كلنا نفسنا أو أمنية حياتنا إن احنا نخش الأولمبيكس يعني. طيب هنقول بمناسبة البطولة دي وصلتي 6 ألقاب في 26 سنة، طبعا رقم قياسي ان كل ديفيد 8 مرات.
هل انت طبعا دلوقتي الرقم بقى قريب، هل كنت شايفة ان انت الرقم طبعا كان بعيد، شايفة ان دلوقتي الموضوع بقى سهل ولا ده بيمثل ضغط اكبر؟ لا انا ما عمري ما كنت بصلهم كارقام، وعمري ما كنت بصل ان انا هوصل للرقم ده. بالنسبه لي 8 ارقام ده كان حاجه مش اي حد ممكن يعملها، او الناس كلها كانت متخيله هو مفيش غير نيكول هتعملها. ف مش قادرة أشوف إن أنا دلوقتي في الحتة دي، أو إن أنا الناس بتقول إن خلاص أنا كسبت 6 ففاضل 2. هو موضوع مش سهل كده خالص، ولا بالأرقام وبالكده. كل سنة بقول مختلفة، كل سنة ليها ظروفها يعني. فالحمد لله إن أنا كسبت 6 ومبسوطة بيهم جدا، وأكيد هبقى نفسي إن أنا أوصل للـ8. هحاول، بس يعني محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. الاسكواش الهيمنة عليه دايما بتختلف في كل فترة، يعني شفنا في فترة باكستان، بعد كده انجلترا واستراليا، حاليا طبعا مصر. هل شايف ان هي هتبقى برضو فترة مؤقتة زي الدول دي، ولا عشان الناشئين عندنا كويسين فهنطول الفترة دي اكتر؟ اتمنى ان احنا نطول. اوريدي عندنا لعيبة كتيرة قوي كويسة، وناشئين نشئات صغيرين جامدين طالعين. ف ده الوقت بتاعنا ان شاء الله، يعني نبقى مكملين لفترة طويلة. يعني يمكن بطولات كانت بتتلعب في دول كتير، حتى دبي والسعودية ما كانش عندهم لعيبة معروفين لكن بينظموا بطولات. دلوقتي تقريبا ان حصلت في مصر وانجلترا وامريكا، شايفة ان ده هيقلل من شعبية اللعبة؟ اكيد. يعني ان يبقى في بلاد كتيرة قوي مش بنلعب فيها، وبلاد كتيرة قوي ما كنا بنروحها وما بناش بنروحها. نفسنا طبعا البطولات ترجع تاني. اعتقد يعني السنة الجاية هيبقى في بلاد اكتر بتستضيف بطولات اكتر، يعني ممكن نقول عشان الظروف الفترة اللي فاتت. فنتمنى يعني ان السنة الجاية ديت البطولات تتغير ونروح في حتت اكتر. يعني هو طبعا سؤال اتكرر كتير وسمعتيه كتير، بس ليه السكواش مش لعبة أولمبية؟ حقيقة مش عارفين، بس احنا بنحاول لأسباب كتيرة قوي. ممكن ما نبقاش عشان كده ما نبقاش في الأولمبيكس، بس يعني في الآخر ممكن الناس مش عشان احنا مصريين جامدين أو عشان احنا مسيطرين وكده، بس هي حاجات أكبر من كده يعني. بس احنا مش عارفين الأسباب ايه، بس احنا بنحاول وهنفضل أعتقد كلنا نفسنا أو أمنية حياتنا إن احنا نخش الأولمبيكس. يعني يمكن من الآراء المنتشرة إن التحكيم سبب رئيسي إن اللعبة مش أولمبية، عشان الآراء تقديرية وبتختلف من حكم في لعب للتاني. كتير قوي، لعب كلها التحكيم فيها تقدير يعني. ما اعتقدش ان ده سبب، ممكن يكون هما بيقولوا ده سبب، بس ما اعتقدش ان هو ده السبب الرئيسي. يعني اعتقد في لعب كتيرة جدا بتبقى التحكيم فيها تقدير يعني، مش حاجة واضحة يعني. كان في تصريح قديم لميسي بيقول ان هو ممكن يتنازل عن نص بطولاته مقابل انه ياخد بطولة مع المنتخب، هل نفس الشعور ده ممكن يوصل لك انك تتنازلي عن بطولات عالم مقابل الاولمبياد، ولا لا بطولات مش العالم هتنازل اهم؟ عن حاجة، بس اكيد اتمنى ان في يوم من الايام لو عندي فرصة اني نبقى في الاولمبيكس واكسب ميدالية اولمبية، اكيد اكيد هعمل اي حاجة يعني عشان اوصل للميدالية. يعني يمكن من الالعاب اللي ابتدت تتشهر قوي الفتره الاخيره لعبه البادل، ويمكن انت كنت بتلعبيها من فتره كمان قبل ما تنتشر في مصر، شايف ان هي ممكن تاثر على السكواش ولا؟ شايفه ان هي ممكن تاثر على السكواش. يعني اللعبه منتشره بطريقه كبيره قوي، والناس كلها مبسوطه بيها وبتلعب بطولات كتيره جدا، ومش مصر بس، في العالم كله. اعتقد ان هي الفتره الجايه هتبقى مكانها في حته تانيه يعني. بسبب انتشارها الكبير ده يمكن ابتدى يبقى في مطالبات فعلا انها تدخل الاولمبياد، تفتكر ان هي لو دخلت اولمبياد ممكن تقرري انك تتجهي للبادل ولا؟ سؤال صعب دلوقتي قوي اني ارد عليه، بس يعني اكيد مش هلعب بدل سكواش ده اكيد. بس يعني ممكن لو بطل بقى سكواش ابقى افكر في الموضوع ده. يعني تم تكريمك بوسام الجمهوريه اكتر من مره، الجمهوريه خصص تهنئه ليكي في احد المؤتمرات قبل كده بعد فوز ببطوله العالم، شايفة الدعم ده بيساعدكوا ازاي، وشايفة ان ده ازاي بيفرق معاكوا كلعيبة ان فيه اهتمام من اكبر حد في الدولة؟ بالظبط، ما فيش تكريم اكبر من الرئيس يعني اي حد ممكن ياخده او يشوفه. اكيد تقدير بالنسبه لنا كبير وتقدير مهم، وده اكيد بيحسسك قد ايه اللي انت بتعمله ده حاجه كبيره وحاجه مهمه، وقد ايه الناس شايفاها حاجه كويسه يعني. يمكن كرة القدم بتبقى غالبا أكبر عدو لأي بطل رياضي في ألعاب تانية،
بس على العكس بقى انتي من مشجعيها، فايه سر ارتباطك بيه؟ يعني في الاخر هي كرة لعبه الشعب كله، الناس كلها بتحبها وتتفرج عليها، فأي ماتشات مصر يعني بيحبوا كوره ومبيحبش كوره بيتفرج على الماتشات. فاني انا ما اعرفش، بس بتفرج على الكوره من وانا صغيره قوي، واللعب اللي انا بحب اتابعها يعني. معروف انك بتشجعي الاهلي، ويمكن اتكرمتي قبل كده في النادي. في ناس ما بتحبش تقول انتمائها ايه عشان ما يأثرش على شعبيتها، هل فكرتي في ده قبل كده ولا؟ لا عادي، بحس انه عادي يعني، مفيش، الناس متعصبين شوية يمين وشمال، بس الموضوع اسهل من كده يعني. عادي، كل واحد يشجع الفريق اللي هو بيحبه يعني. كنت بحضر ماتشات كتيرة قوي اللي في برج العرب عشان جنب البيت في اسكندرية، فدي كانت اكتر الماتشات اللي بحضرها يعني. بمناسبة كرة القدم، فطبعا أشهر لاعب في تاريخ الكرة المصرية كان محمد صلاح. هو جه دعمكم في بطولة العالم في مانشستر، حضر ماتشات ليكم في بطولة العالم ولا هو زاركم بس؟ لا، ما جاش ماتشات، جينا في البلد اللي كنا فيها وقعدنا مع بعض شوية كتير، وشوية راحوا اتفرجوا. كانوا عنده ماتش كان بعديها بيومين فراحوا، بس أنا كان عندي ماتشات ما عرفتش أروح. بس أكيد جا ودعمنا، وكانت حاجة حلوة يعني إن احنا نشوفه ونقعد معاه. هل التواصل بينكم مستمر بعد إنجازات أو بطولات، سواء هو بيحققها وأنت بتحققيها ولا هو ساعات كان في عنده أوقات بطولات؟ قليلة، ساعات يعني ممكن نتواصل بعد البطولات يعني. حياة لاعب السكواش بتبقى مليانة سفر كتير تقريبا طول السيزون. حياتك بره السكواش بقى ازاي بتفصليها عن الضغط بتاع الموسم ده كله؟ يعني أنا بحاول إن أنا أول ما بخلص أي طولة أو أول ما أخلص أي سيزن او اي حاجه بفصل تماما عن سكواش، ما بليش اي علاقه بيه، ما بروحش اي مكان لي اي علاقه بالسكواش خالص لفتره كده معينه. لازم اخد بريك وبعد كده عشان اعرف ارجع تاني اتمرن وارجع لحياتي الطبيعيه يعني. اكتر الحاجات اللي بيشتكي منها اي رياضي في سن صغير هو التوفيق بين الدراسه واللعب. دلوقتي انك اتخرجتي بقى، ايه نصيحتك في الموضوع ده؟ هو موضوع صعب بصراحة، وبيحتاج وقت ومجهود كبير جدا، وبيبقى متعب يعني. بس في الآخر لو ما بتعرف تظبط الوقت وتنظمه بتمشي يعني، بس هو بيبقى محتاج وقت ومجهود كبير يعني. انتي متخرجة من اعلام، هل فكرتي ان بعد ما اخلص سكواش خالص هشتغل كده ولا في السكواش برضه؟ يعني ممكن بس يعني لما اخلص بقى مش عارفه ايه بالظبط، بس ممكن لما اخلص افكر في حاجه زي كده. ممكن من هواياتك تربية الحيوانات أو الطيور بقى، ممكن تقولي لنا إيه قصصك مع الحيوانات بقى لأن هم معاكي في البيت؟ قصص كتيرة جدا طبعا، عندنا برضه حيوانات مختلفة شوية في البيت، فعايشين معاهم على طول. كلاب يعني حاجات أساسية أكيد، عندنا 3 كلاب، وعندنا بغبغان غريب شوية، مش أي ناس مش كتيرة بتربيه، بس هو من أكتر الحاجات الحلوة عندنا في البيت ومختلفة وأهم حاجة عندنا في اليوم يعني. كلاب لزاز والله، هما بس الناس بتتخدع منهم، بس هما حلوين يعني طول ما هو مع صاحبه ومفيش حاجة هتحصل. كان عارفين انك شخص محب للفن ومسلسلات، خصوصا مسلسلات رمضان، هل فعلا اتعرض عليكي قبل كده التمثيل و... لا لا خالص، عمري ما اتعرض عليا اني امثل حاجة. ما فكرتيش في الموضوع ده؟ لا ما افتكرش خالص بصراحة، مش عارف. ممكن ساعتها ابقى افكر في الموضوع بطريقة مختلفة، بس لا. رمضان، استنوني رمضان الجاي. ده هنتكلم بقى، يمكن ابتدى يظهر على السوشيال ميديا ان شعبية لعبة السكواش زادت الفترة الأخيرة، فشايفة ان الموضوع ده بيكون إيجابي ولا ضغط انتوا مش متعودين عليه؟ لا بالعكس، بحس ان هي حاجة كويسة، او هي بتبقى ضغطة على حسب الشخصية، فأنا بالنسبة لي مش بتبقى بالنسبة لي ضغط يعني. بحس ان هي بالعكس دي حاجة كويسة، ان الناس عندها آراء مختلفة بيتناقشوا فيها، الناس بتقول بتبقى ناس ضد وناس مع،
فده في حد ذاته بيكبر اللعبة، بيكبر شعبية اللعبة، فأعتقد بالعكس دي حاجة حلوة للسكواش يعني. بمناسبة آخر موضوع بقى، هل حصل بينك تواصل بين محمد الشرباجي بعد قراره؟ يعني أنا شايفة إن هو حر الحقيقة، ده قراره وهو المسؤول بيه، وأكيد برضو في ناس معاه وفي ناس ضده وفي ناس شايفة إن عمره ما حد يعمل كده وناس شايفة إنه ممكن يعمل كده، بس أنا شايفة بصراحة هو قرار محمد بس، وهو الوحيد اللي يقدر يتكلم في الموضوع ده، والوحيد اللي يقول هو كان شايف الموضوع ازاي، وفي الاخر ده قراره هو يعني، هو محدش يقدر يقول حاجه تانية غيره يعني. يمكن محمد طبعا حقق بطولات كتير لمصر، بس هو الكلام دلوقتي بقى ان لو الموضوع ابتدى يحصل على الناشئين، شايفه ان ازاي ممكن يتم علاج الموضوع ده؟ يعني هو برضو محمد زي ما تقول هو لعيب كبير وحقق كتير جدا في حياته في السكواش، فزي عشان كده بقول هو حر يعمل اللي هو عايزه او اللي هو شايفه صح بالنسبه له يعمله، بس بالنسبة للصغيرين بالعكس أنا شايفة إن إحنا أكيد من السن ده نقدر نشوف فين المشكلة اللي بتخليهم يعملوا كده، أو إن هم يحبوا إن هم يروحوا بلد تانية أو يلعبوا في بلد تانية، نحاول إن إحنا نعالج ده أو نشوف إيه مشكلتهم، زي اللي برضو بيروحوا عايزين يخشوا جامعة برا، فهم ليه بيحبوا يخشوا جامعة برا، نشوف إيه المشكلة نخليهم يفضلوا في مصر ويلعبوا السكواش في مصر ويخشوا ويتعلموا في نفس الوقت. أعتقد إن إحنا محتاجين، أو معرفش بقى مين بالظبط في المسؤولين، بس على الأقل يبقوا قريبين شوية من السن الصغير ويشوف إيه المشاكل فيهم ويحاولوا يعالجوا كل ده يعني.